ايوه اهلا اهلا، ازيك يا زياد؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ يرضيك اللي مراتك عملته ده؟ انا اقعد اتحايل على الضابط عشان يمشيني بعد ما كان عايز يبيتني في الحجز؟ طب ليه؟ انا عملت لها ايه؟ تروح تعمل فيا محضر بأمارة ايه؟ انت كمان هتستعبط وعايز تاخدني بالصوت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ إيه ده؟ مين دول؟ مين دول؟ كنت فاكرني اعديها لك ولا ايه؟ ولا خيالك المريض صور لك اني مش عارف اخد حق مراتي وبنفس طريقتك؟ قلة الادب على فكرة، مفيش اسهل منها. طب اهدى شوية وخليهم يهدوا هما كمان. اعقل، انت راجل دكتور. وانا عشان دكتور باخدش حق مراتي ولا ايه؟ يا عم انا ما جيتش جنبها اصلا. مراتك اصلا كدابة. قصدي يعني بتأفور، بتهول. هما الستات كده يا اخي، واحنا رجالة وفاهمين. الراجل ما يمدش ايده على واحدة ست ولا يخليها تعمل حاجة غصب عنها. فما تحطش انت نفسك في قائمة الرجالة. يا عم انا ما لمستهاش، وهات لي مصحف احلف لك عليه اني ما جيتش جنبها اصلا. ايه يا زياد ده؟ هو انت جايب لنا بلطجية في البيت؟ لا 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 يا حبيبتي، بلطجية ايه لا سمح الله، ده زياد اخويا، وانت عارفة يعني معاه اصدقائه جاي لي عشان في قضية عاوزيني امسكها له. وانت فاكرها هبلة بقى وتصدق الحركتين بتوعك دول؟ لو جيت ناحية جميلة تاني هخليهم يلحسوك البلاط، فاهم؟ انا كفايه عليا تهزئتك قدام مراتك. معلش يا ايه، انا اسف، كان لازم. انستو شرفت يا حبيبي، اتفضل اتفضل. ما تنسوش بقى التوكيل وتعدوا عليا في المكتب بكره ان شاء الله عشان القضيه. ها شايفه؟ شايفه قرايبك وعمايلهم؟ شايفه قله الذوق جاي يهددني في بيتي؟ طب انا والله العظيم لولا عامل حسابك ولولا خايف على البنت تصحى انا كنت سويت الهوايل، كانت هتبقى مجزره دلوقتي. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اروح اعمل محضر له هو كمان ونخش لبعض محاضر؟ انا عندي سؤال واحد عايز اساله لك، انت ليه ما سبتهاش تنزل على طول؟ لازم تعمل لي سبع رجاله في بعض. ايه ايه طريقه الكلام دي؟ من فضلك اتكلم باسلوب احسن من كده. عايزني اتكلم ازاي ولا عايزني افضل ساكته لحد امتى يا شريف؟ تفضلي ساكته لحد ما اجيب لك حقك من اختك. انت فاكرة البيه ده هازز طوله وجايب معاه بلطجية لحد البيت عشان زعلان على مراته؟ لا طبعا ابدا، ده جاي عشان خايف مني، خايف لا ادخل في موضوع الورث اللي هو عاوز يكوش عليه. عارف ان انا دخلت في الخط فخايف ومرعوب طبعا، لكن انا قسما بالله ما هطوله مليم. يعني زياد طبعا في اللي مع جميلة. ايوه طبعا، دي حاجة مفروغ منها. انت بقى نظامك ايه؟ نظامي ايه في ايه يعني؟ ايه ما تتكلمي عدل. ما انا عايز اتكلم من بدري لولا السحلة اللي احنا مسحولين فيها. شريف، هو انت فعلا نقلت الخمس شقق بتوعي باسمك؟ ايوه، ايه المشكله؟ انت شايفه الدنيا اخر دربكه وعاطل داخل في باطل. مش عرفني بقى اذا كانوا الشقق دول ابوكي برضو كتبهم لجميله ولا لا؟ اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.